أهلا بكم. أحيانا يتم العثور على أشياء في أماكن غير متوقعة، كالأشياء التي سوف نستعرضها معكم في فيديو اليوم. اكتشافات غامضة حيرت عقول البشر لسنوات، بينما يحاول العلماء إيجاد تفسير منطقي لها. وفي هذا الفيديو سوف نحاول استنتاج التفسير المنطقي والعلمي لبعض تلك الأشياء، ابقوا معنا. شلال النار. دهش زوار الحديقة الوطنية بكاليفورنيا بالعثور على شلال ناري حقيقي، واندهشوا أكثر عندما تحولت النار إلى مياه خلال دقيقتين، وتحول شلال النار إلى شلال عادي. وهذا في الواقع ليس سحرا ولكنه حقيقة، فتلك المعجزة دائمة التكرار، حيث يتحول الماء إلى نار لمدة دقيقتين يوميا من بداية شهر فبراير وإلى نهاية شهر مارس من كل عام. ويأتي آلاف السياح إلى هذا المكان سنويا لمشاهدة هذه المعجزة الرائعة والنادرة. الكرات الخضراء. في خريف عام 2014 وعلى أحد شواطئ سيدني، تم العثور على كرات خضراء غريبة بحجم كرات التنس، وقد نشرت وسائل الإعلام الأسترالية خبر هذا الاكتشاف المذهل، ولكن لم يتمكن أحد من معرفة ماهية هذه الكرات أو مصدرها. يعتقد بعض العلماء أن تلك الكرات هي في الواقع طحالب عادية تعقد تركيبها إلى أن كونت شكل الكرات ووصلت إلى الشاطئ، ولكن فمع ذلك أكد هواة ومحترف الركمجة المحليون أنهم لم يروا شيئا كهذا من قبل. وعلى فرض أن اعتقاد العلماء صحيح، فكيف نفسر كون جميع الكرات مثالية الشكل للغاية ولها نفس الحجم؟ هيكل عظمي في شجرة. في عام 2017 وأثناء عملية قطع الأشجار في سويسرا، عثر العمال على شيء مخيف حقا. فداخل جدع إحدى الأشجار كان هناك هيكل عظمي، ومن المحتمل أن الجثة قد وضعت داخل الجدع قبل أكثر من 2000 سنة، ولكن الهيكل كان محفوظا بشكل جيد لدرجة أن الخبراء قد استطاعوا معرفة الكثير عن صاحبه. فهذا الهيكل العظمي هو لامرأة توفيت في 40 من عمرها، إضافة إلى أنها على الأرجح كانت تنتمي إلى سلالة النبيلة، والدفن داخل جدع الشجرة ربما كان طريقة للتعبير عن احترامها وتبجيلها. البحيرة المقدسة. بعض الاكتشافات قد عثر عليها من قبل أسلافنا منذ قرون عديدة، ومع ذلك فقد ظل كثير منها غامضا حتى يومنا هذا. أحد هذه الاكتشافات هو البحيرة المرقطة بكندا، والتي اكتشفتها شعوب الأوسايوس القدماء، وهو نفس الاسم الذي تعرف به المدينة القريبة من البحيرة. في كل صيف يغطى الماء ببقع كبيرة تغير شكله ولونه، وقد اعتبر السكان المحليون تلك البحيرة مقدسة، وهم يعتقدون أيضا أن لها تأثير الشفاء. وفقا للأسطورة فقد أنهت البحيرة الحرب بين قبيلتين من الهنود، فعندما عبر المحاربون البحيرة أخذت البقعة في الانكماش حتى ظنوا أنها إشارة من السماء، وأنه يجب أن يتوقفوا عن القتال وأن يعيشوا بسلام حول البحيرة المقدسة. جدير بالذكر أن مياه البحيرة لا تعيش فيها أي أسماك، ويقال أن خصائص الشفاء لتلك المياه حقيقية. الشجرة الملونة. أبدع الخالق سبحانه وتعالى صورا طبيعية وتحفا فنية لا تصدق، كهذه الأشجار والتي هي أشبه بعمل فني خيالي. ينمو ذلك النوع النادر من الأشجار في البرية، تحديدا في الغابات الرطبة، لذا فعندما اكتشفت لأول مرة لم يستطع أحد تحديد نوعها لفترة طويلة، فجذوعها تبدو وكأنها مطلية بألوان لامعة، وكأن فنانا سيريالياً هو من قام برسم تلك التحفة الفنية. ولكن اتضح أن يد الإنسان لم تصل إلى هذه الأشجار، وأن جذوع أشجار قوس قزح الصمغية تلك قد زينتها يد الخالق عز وجل دون أي تدخل بشري. الصخرة المنشطرة. في المملكة العربية السعودية عثر على صخرة غريبة منشطرة إلى جزئين. القطع رقيق جدا وناعم ودقيق، حيث يبدو الحجر وكأنه منشطر بالليزر. اتفق أغلب العلماء على أن ذلك الحجر المنشطر هو أثر بشري لحضارة قديمة على درجة عالية من التطور. أما المتشككون فيعتقدون أن الحجر قد انشطر بفعل المناخ. جدير بالذكر أن الحجر يحتوي على نقوش ورموز كانت تستخدم على الأرجح في طقوس قديمة.
نار أسفل الشلال. بالقرب من مدينة بافالو الأمريكية يوجد شلال لا يشبه أي شلال آخر، فأسفل ذلك الشلال تشتعل نيران يمكن لرواد هذا المكان رؤيتها بوضوح. ويعتقد أن هذه النيران قد أشعلها سكان أمريكا الأصليون منذ آلاف السنين، فمنذ اكتشاف تلك النار دار نقاش حاد حير العلماء حول كيفية ظهورها وسبب عدم انطفائها إلى الآن. ولمشاهدة تلك المعجزة والظاهرة الطبيعية الغريبة يأتي السياح من جميع أنحاء العالم إلى هذا المكان سنويا بأعداد ضخمة. جسر الشيطان. في مدينة كوبلنز الألمانية يوجد جسر يقال وفقا للأساطير أن من بناه هو الشيطان نفسه. بالطبع يعتقد معظم الناس أن كل هذه القصص ما هي إلا خرافات، ولكن مظهر الجسر غريب بالفعل ومخيف إلى حد ما. فميزته الرئيسية هي أن الجسر وانعكاسه على الماء يصنعان دائرة مثالية تماما أيا كانت زاوية الرؤية. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الاكتشافات المذهلة التي استعرضناها على قائمتنا قد أدهشتكم أكثر وترونها اليوم لأول مرة، وهل تعتقدون أن هناك تفسيرا علميا ومنطقيا لأي منها؟ ننتظر آراءكم. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.